السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، أهلا وسهلا بكم أيها المشاهدون الكرام في حلقة جديدة من برنامجكم مراتب الأعمال الصالحة. من أيسر العبادات وأعظمها أجرا ذكر الله تبارك وتعالى. قال النبي صلى الله عليه وسلم: ألا أنبئكم بخير أعمالكم وأزكاها عند مليككم وأرفعها في درجاتكم، وخير لكم من إنفاق الذهب والورق أي الفضة، وخير لكم من أن تلقوا عدوكم فتضربوا أعناقهم ويضربوا أعناقكم، يعني خير من الجهاد في سبيل الله. قالوا: بلى يا رسول الله. قال: ذكر الله عز وجل. ذكر الله. جاء رجل للنبي صلى الله عليه وسلم قال: يا رسول الله، إن شرائع الإسلام قد كثرت علينا، عندنا عبادات كثيرة، فباب نتمسك به جامع، نريد باب يجمع لنا شرائع الإسلام. فقال عليه الصلاة والسلام: لا يزال لسانك رطبا من ذكر الله عز وجل. ذكر الله أيها الأحبة ليس مقتصرا على قول سبحان الله والحمد لله ولا إله إلا الله والله أكبر، لا، بل هو يشمل كل العبادات. طلب العلم، طلبه وتعليمه عبادة، قراءة القرآن عبادة، الدعاء عبادة، وكل هذه عبادات وذكر. الصلاة ذكر لله تبارك وتعالى، الصيام، الصدقة، كل العبادات ذكر لله تبارك وتعالى، التفكر في مخلوقات الله تبارك وتعالى ذكر لله تبارك وتعالى. فكثير من الأمور هي داخلة في ذكر الله تبارك وتعالى. فعلينا أن نغتنم الأوقات بهذه العبادة اليسيرة مع عظم أجرها عند الله تبارك وتعالى. يعني مرات بعض الناس يكون منتظرا لمعاملة في وزارة، تجده جالسا وهو ساكت. طيب لماذا تسكت؟ إذا سكت ليس لك أجر وليس عليك وزر، لكن إذا ذكرت الله، قل سبحان الله والحمد لله ولا إله إلا الله والله أكبر، تأخذ الأجر من الله تبارك وتعالى. اقرأ القرآن حتى لو كنت لا تحفظ كثيرا من القرآن، اقرأ المعوذات، اقرأ الفاتحة، اقرأ آية الكرسي، اقرأ آخر آيتين من البقرة، اقرأ ما تحفظه، ردده، لو كررت قل هو الله أحد 1000 مرة، كل ذلك أجر لك عند الله تبارك وتعالى. وكثرة ذكر الله دليل محبة الله، فإن من أحب شيئا أكثر من ذكره. وكان مما يرى من سماحة الشيخ عبد العزيز بن عبد الله بن باز رحمه الله كثرة ذكره لله تعالى، حتى ربما تجد السائل يسأل وهو يذكر الله، فتجد السائل يقول سؤاله والشيخ رحمه الله تعالى يكثر ذكر الله ويسبح ويذكر الله حتى ينتهي من سؤاله ثم يجيب السائل. وهذا فيما نحسبه من الشيخ رحمه الله لعظم محبته لله تبارك وتعالى. فمن أحب شيئا أكثر من ذكره، فأكثر من ذكر الله تبارك وتعالى. هنا أيها الأحبة وقفة مع الأذكار المقيدة بوقت. هذه الأذكار أذكار عظيمة، عظيمة الأجر من جهة، ولها فوائد في حفظ النفس من جهة أخرى. مثالها أذكار الصباح والمساء. أذكار الصباح والمساء لها وقت معين، فأذكار الصباح تقال في الصباح وأذكار المساء تقال في المساء. وهذه الأذكار فيها أجور عظيمة عند الله تبارك وتعالى من جهة، ومن جهة أخرى فيها وقاية من الشيطان، وفيها حفظ للإنسان من الشرور. فلذلك العبد عليه أن يحرص على هذه الأذكار. أذكار الصباح والمساء أيها الأحبة لا يلزم أن الإنسان يقول جميع الأذكار الثابتة. نعم، لا شك أن الأفضل والأكمل أن الإنسان يقول جميع الأذكار الثابتة عن النبي صلى الله عليه وسلم من أذكار الصباح والمساء. لو لم يقلها كلها فليقل بعضها، فإنه يأخذ أجرها ويطبق ما جاء فيها. نقف فاصل قصير ونرجع بعد ذلك بإذن الله تعالى. عدنا إليكم أيها الأحبة من جديد.
تكلمنا عن أذكار الصباح والمساء، وقلنا إنه لا يلزم أن يقولها العبد كلها، فإذا قالها كلها فهو خير على خير، فإن لم يستطع فليقل ولو بعضها، ولا يخلي يومه أو ليلته من ذكر الله تبارك وتعالى. كذلك من الأذكار التي جاء فيها فضل عظيم الأذكار بعد الصلوات المفروضة، فقد ثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم أذكار تقال دبر الصلاة المكتوبة، يعني بعد الصلاة المكتوبة، وفيها فضل عظيم. اسمع لهذا الحديث. جاء فقراء المهاجرين للنبي صلى الله عليه وسلم فقالوا: يا رسول الله، قد سبقنا أهل الدثور بالأجور، أهل الأموال سبقونا بالأجور، لماذا؟ قالوا: يصلون كما نصلي، ويصومون كما نصوم، ويتصدقون ولا نتصدق، ويعتقون ولا نعتق. يعني يقولون العبادات البدنية اللي ما فيها أموال نحن وهم متساوون فيها، أما الأعمال المالية الصدقة العتق نحن ما عندنا أموال، نحن فقراء، فيسبقوننا بذلك. فقال عليه الصلاة والسلام: أوليس قد جعل الله لكم ما تصدقون؟ إن بكل تسبيحة صدقة، وكل تكبيرة صدقة، وكل تحميدة صدقة، وكل تكبيرة صدقة. جاء في رواية للحديث قال عليه الصلاة والسلام: أفلا أعلمكم شيئا، وهذا الشاهد، تدركون به من سبقكم وتسبقون به من بعدكم، ولا يكون أحد أفضل منكم إلا من صنع مثل ما صنعتم. يا أخوان، الآن هؤلاء يريدون أن يتسابقوا مع الأغنياء الذين يتصدقون والذين يعتقون، فالنبي صلى الله عليه وسلم قال: أرشدكم إلى شيء تسبقون به من تدركون به من سبقكم وتسبقون به من بعدكم، ولا يكون أحد أفضل منكم إلا من صنع مثل ما صنعتم. قالوا: بلى يا رسول الله. قال: تسبحونه وتكبرونه وتحمدونه دبر كل صلاة 33 مرة. يا أخوان، هذه كم تأخذ من الإنسان؟ ما تأخذ، دقائق معدودة تأخذ من الإنسان ويأخذ هذا الفضل العظيم. لذلك احرص، خاصة إذا ما كنت مشغولا بعد الصلاة المكتوبة، لا تنصرف مباشرة، قل هذه الأذكار، خذ هذه الأجور، بل لو لم يتيسر لك المكث قلها وأنت ماشي وأنت راكب سيارتك، لكن لا تفرط في هذا الفضل العظيم. والشيء بالشيء يذكر، جاء في الجلوس بعد الصلاة المفروضة فضل عظيم، الملائكة تدعو لك، فإنه جاء في الحديث أن الملائكة تصلي، يعني تدعو للرجل ما دام في مصلاه بعد الصلاة، تقول: اللهم صل عليه، اللهم ارحمه. الملائكة تدعو لك. لذلك قال ابن بطال رحمه الله: من كان كثير الذنوب وأراد أن يحطها الله عنه فليكثر من الجلوس بعد الصلاة المكتوبة. ليش؟ الملائكة تدعو لك، فهي أحرى بالإجابة من دعائك لنفسك أو دعاء الخلق لك أو من دعاء الناس لك، فدعاء الملائكة أحرى بالإجابة من دعائك لنفسك أو دعاء الناس لك. أيها الأحبة، ذكر الله عبادة عظيمة، أجرها عظيم، تدل على محبة الله، لا تخليها من يومك، اجعل لسانك رطبا طريا بذكر الله تبارك وتعالى، اعرف المواضع التي فيها أذكار، التي فيها أدعية، دعاء دخول الخلاء، دعاء الخروج من الخلاء، دعاء لدخول المسجد، دعاء الخروج من المسجد، دعاء دخول المنزل، دعاء الخروج من المنزل، كل هذه أدعية فيها أجور، لا تفرط فيها، احرص على حفظها، احرص على معرفتها وتطبيقها والعمل بها لتنال الأجر العظيم من الله تبارك وتعالى. هذه بعض الأذكار المقيدة، وكذلك الأذكار المطلقة. اجعل لك عددا من الأذكار أو لا تجعل عددا، يعني لا تلتزم بعدد، لكن ممكن أن تشجع نفسك بأني هذا اليوم مثلا سأسبح 100 تسبيحة، سأستغفر 1000 استغفارة مثلا، من باب التشجيع، لكن لا تلتزم هذا العدد على أن له فضلا معينا إذا لم يثبت له فضل، أو لا تلتزم ذلك بعدد لكن أكثر من ذكر الله تبارك وتعالى. الخلاصة، احرص على ذكر الله تبارك وتعالى بالأذكار المقيدة والأذكار المطلقة لتنال الأجر من الله تبارك وتعالى. وإلى لقاء آخر بإذن الله، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.